إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بالنسبة لقراءة الفاتحة على الذي أصيب بالعين، هل تكفي وكم تقرأ من مرة؟ وما الآيات التي تقرأ على الذي أصيب بعين من شخص آخر؟ تقرأ عليه الفاتحة، لأن الفاتحة رقية، وتكررها عليه، وتقرأ عليه الآيات التي فيها، في سورة مثلا سورة الناس: من شر حاسد إذا حسد، يدخل فيه العين، يدخل في الحاسد يدخل فيه العين، لأن العين حسد. فتقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وتقرأ ما تيسر من القرآن، ويشفي الله سبحانه وتعالى المصاب. نعم.